ننتقل الآن إلى عالم الفن الممزوج بالذكريات الحلوة مع ممثل سوري اشتهر في أدواره الكوميدية واشتهر بحبه وانتمائه لمدينة حلب. فنان ينتمي إلى عائلة فنية وتربى على حب الفن كذلك. كل تأكيد حلب هي أهل الفن. الممثل القدير محمد خير الجراح أطلعنا على جديده وامتعنا بالحديث معه في التقرير التالي مع الزميلة ألما مايك. نشوف وياكم. فوزية تعال سكري الباب وراي. روح هاي روح خلاص روح شوف بالمطبخ ايش في عندك حشايش وخضرة للأنسة. عاد أدري لكان لغش الصدفة الكويسة هاي. الممثل السوري المبدع محمد خير الجراح، أهلا وسهلا فيك في تلفزيون دبي. حضرتك مقيم الآن في دولة الإمارات هالفترة؟ إلي حوالي سنتين ونص ثلاثة استقرار يعني شبه نهائي بالإمارات. مرتاح ومبسوط. الإمارات البلد الوحيد العربي اللي ظل قد عم يستقبلنا نحن كسوريين رغم كل الظرف الصعب اللي مرت فيه. البلد الوحيد اللي ما سكر بوشنا، دائما كان عم يقدر يلاقي، بعيداً بس عن أنه أنا فنان عم بحكي عن الناس، حتى البلد الوحيد اللي ظل فاتح نافذة تقدر الناس تشم منه شوية هواء بدون ما يكون في شروط قاسية. الإماراتيين ناس حلوين، ناس طيبين، ناس مضيافين كثير. يعني أنا كثير صار معي أكثر من قصة أكثر من تجربة. التجارب كلها بتاخذك أنه هذا الإنسان كيف مربى وكيف شبعان وكيف مريح، ومش بس لأني أنا سوري، لا يمكن لأنه سوري يكون لي مثلاً حصة خاصة، يعني مش أكثر من الآخرين بس لي مكاني خاصة. لكن الحقيقة أنه الإماراتيين باتجاه كل العالم فاتحين صدورهم قبل بيوتهم قبل بوابهم قبل أي شيء. أبو إيش الصدفة الكويسة بيكن هاي؟ الله أكبر، رايحين حلب لك إيش السربرايز هاي؟ دبي بالذات منارة الحقيقة، في شيء هيك يعني ما بعرف، في شيء حلو كثير يعني ما بعرف كيف بدي وصفه لأنه أنا بتصير القصة بتصير عم بالغ بالمشاعر. الحقيقة ما عم بالغ، أنا بحب المكان كثير الحقيقة ومريح ومبسوط، وبلشت أعمل فيه شوية شغلات ما كنت قدران أعملها بقرنة تانية. البلد بيسمح أنه البني آدم يعمل هيك شيء، وخاصة دبي تسهيلات الفاسيليتي كثير كبيرة، بتنظيم الترتيب الهدوء رغم الصخب الهائل اللي ممكن يعتقده البني آدم، الوقار اللي ماشي فيه البلد رغم كل خلينا نقول المتع والحياة اللي بتقدمها للناس على كافة صعد، مع ذلك محافظة على شكلها الوقور التقيل المرتب. دبي تحولت إلى حصان سبق، مثال بالنسبة للعالم كله بده يلحق. أنا من سنتين أول ما جيت التقيت بمدير المسرح الوطني بدبي الأستاذ ياسر قرقاوي، بوجه له كل التحية والاحترام، الصديق الغالي الأستاذ ياسر. قعدت معه أنا عم بحكي عم فكر بدنا نعمل مسرح نحن، وأنا كنت هلا يعني خلال الفترة الماضية بطور قراءة المكان، قراءة الجمهور، التعرف عليه، شوف شو أمزجته وكذا. قعدنا تحكينا الحقيقة، قعد معي حوالي ساعة ونص حط لي كل شيء فيه بالإمارات على الطاولة وقال لي هذا هيك وهذا هيك وهذا هيك. نحن أي دعم لوجستي نحن كمؤسسات ودولة حاضرين لأنه نحن نعمله. بدبي أطلقت أول ألبوم كامل لإلي بأحد قاعات الفنادق الكبيرة بدبي، والحقيقة العمل كثير لقى صدى يعني مختلف وجديد. إنه ممثل، لا في ممثلين بيغنوا بس مش بيغنوا مسرح. خليتني اطمع نختم بأغنية. ايه انا عملت بالالبوم اغنية طريفة، حدا عم يغازل صبية بس بالحلبي، فبقول فيها لبقلو الحلو يلبس جينز لبقلو والتيشيرت اللي عليه طيبقلو لبقلو شايف حاله ما في من جماله يتدلل إش عباله إش عباله ليه بقلو ليه بقلو ليه بقلو ليه بقلو ليه بقلو ليه بقلو ليه بقلو.